السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير على حسب وقت مشاهدتك للفيديو. اليوم قصتنا مختلفة، قصتنا غريبة جدا، قصتنا من القصص المرعبة. في حال أنك ما تحب هذا النوع من القصص أنصحك عدم استكمال الفيديو. قصتنا بعنوان لغز وفاة إلي سلام. نبتدي في القصة مباشرة. آخر مرة تمت مشاهدة إلي سلام كانت في اليوم 31 من شهر يناير عام 2013 ميلادي، وكانت في بهو فندق بوسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. في ذلك الوقت كانت إليسا تقضي إجازتها على الساحل الغربي، كما كانت تقوم بتوثيق هذه الرحلة على مدونتها. أيضا كانت إليسا معتادة على مهاتفة والديها كل يوم، حتى جاء يوم 21 يناير. ففي هذا اليوم توقفت إليسا عن محادثة والديها واختفت تماما. على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة من قبل والدي إليسا، الذي بدأوا مباشرة في البحث عنها ولكن بدون جدوى. ولكن بعد مراجعة كاميرات المراقبة لاحظت الشرطة شيئا مرعب. هناك لقطات لإليسا تتصرف بها بغرابة شديدة، حيث أنها بدأت وكأنها تتحدث مع أشخاص غير مرئيين. أثار هذا الفيديو تساؤلات كثيرة، فلم تنظر باتجاه زاوية الغرفة، وتارة تفتح الباب وتغلقه في أحيانا أخرى. شعر الجميع حتى الشرطة بالدهشة من تلك التصرفات الغريبة التي تقوم بها إليسا. توصلت الشرطة إلى أن هناك استنتاج واحد فقط وهو المنطقي، وهو أن هناك بعض اللصوص وكانوا غير ظاهرين في الكاميرا. في الواقع الكاميرا لا تغطي كامل المحيط، إلا أن حظ إليسا فقط هي من ظهرت أمام عدسات الكاميرا. خلال تلك الفترة بدأ نزلاء الفندق يشتكون من بعض الأمور الغريبة التي تحدث معهم. لم تكن الأمور التي يشتكي منها النزلاء طبيعية على الإطلاق. فهناك نزيلة تروي أنها كلما أرادت الاستحمام فأنها تجد لون الماء قد تغير إلى اللون الأسود، وذلك في عدة ثواني معدودة، ثم يعود إلى طبيعته من جديد. وحتى مياه الشرب كان يبدو مظهرها أن طعمها مروع للغاية. قرر الفندق إرسال أحد الموظفين إلى السطح للتأكد من خزانات المياه، وكان ذلك في يوم 19 من شهر فبراير. عندما فتح الموظف الخزانات كانت المفاجأة والصدمة الذي لم يتخيلها أحد. وجد الموظف جثة إليسا متحللة وعارية تماما في الخزان، كما أن هناك أغراضها الشخصية في مكان قريب. والغريب في الأمر أن الوصول إلى السطح من قبل النزلاء الفندق صعب جدا، بل أشبه بالمستحيل، حيث أن هناك جهاز إنذار ينطلق بمجرد محاولة أحد فتح الباب الخاص بالسطح. بعد البحث والتحري تبين أن هذا الفندق يحتوي على غرفة لشخص مدان بارتكاب 14 جريمة قتل. هذه الجرائم حدثت في الثمانينيات في القرن الماضي، حيث أن هذا المجرم قد عاش في الطابق 14 لعدة شهور، وكان ذلك بالتحديد في عام 1985. لم تكن هذه الحوادث الوحيدة الغريبة، ففي عام 1991 قام القاتل المتسلل جاك أورنجر بقتل 3 أشخاص قيل أنهم كانوا بائعات هواء، إلا أن هذا القاتل انتحر في عام 1994. الغريب في الأمر هو أن القاتل مكث قليلا في الفندق في عام 1962، وفي نفس الفندق قامت سيدة بالقفز من إحدى الغرف لتسقط على شخص آخر ويموت الاثنين على الفور.
الصدفة الغريبة هي أن المرأة التي انتحرت كانت نزيلة في نفس الغرفة التي كانت إلي سلام مقيمة بها. ليظل لغز هذا الفندق محير جدا إلى يومنا هذا، لم يتم حل اللغز ولم يتم اكتشاف من قتل إلي سلام. إلى هنا وتنتهي قصتنا. ما ننحرم من دعمكم جميعا، لايك كومنت شير. موفقين، نراكم في قصة قادمة بإذن الله.